أن أتى السحار والكهنة فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن صدقهم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية أخرى في المسند والسنن: فقد برئ مما أنزل على محمد. لو قال قائل: لو أنه صدقهم فيما يغلب على الظن أو يحتمل أنهم صادقون، تصور لو قال محتمل بنسبة 99% أن ما يخبرون به عن هذا الأمر وعن هذا الشأن هو صدق، فنقول كفرت بالله. لما؟ لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. ما هنا عند أهل اللغة اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم. لو صدقتهم بأقل ما يكون من خبر فإن حكم الكفر يقع على من صدقهم، فمن ظنك بمن صدقهم جملة وتفصيلاً.